الأعمال الصالحة يسيرة على من يسرها الله عليه، فأسأل الله أن ييسر لي ولكم الأعمال الصالحة يا رب العالمين. فلذا العبد محتاج أن يجمع بين أمرين، بين العبادة والاستعانة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. ذكر هذا ابن تيمية في كتاب الاستقامة، وابن القيم في كتاب مدارج السالكين. فأعظم الناس تعبدا من جمع بين العبادة والاستعانة. وقد ظل في هذا بعد هؤلاء ثلاثة أصناف: صنف يتعبد بلا استعانة، فما أكثر الذين يتعبدون ولا يستشعرون الاستعانة، يقوم من الفجر وقيام الليل ولا يستشعر الاستعانة. وأيضا ممن ظل في هذا الذي عنده استعانة وليست عنده عبادة، يستعين بالله حتى على فعل المحرمات. وممن ظل في هذا من ليس عنده لا استعانة ولا عبادة. إذن الناس على أصناف أربعة، أفضلها وأجلها والكمال الجمع بين الاستعانة والعبادة. الصنف الثاني ليس عنده استعانة ولا عبادة. الصنف الثالث عنده عبادة دون استعانة. الصنف الرابع عنده استعانة دون عبادة. فأسأل الله برحمته أن يمن علي وعليكم بالعبادة والاستعانة.